شم النسيم بالنسبه لي في سيوة. لا مش هينفع طبعا عشان السيوة. هو الكروب في الجناين ده لازم كده كده. هنحتفل في شم النسيم، هنجيب الرنجة وهنجهزها وهنجيب نلون بيض عشان السحور وهنجيب الملوحة، يعني مفيش اي حاجة اختلفت تماما. يعني ممكن مش عشان رمضان جاي، ممكن احنا لا بيبقى يوم في السنة وبنحتفل بيه يعني، لكن خروج لا عشان كورونا برضو الواحد بيعمل احتياطات. العطش ممكن فيه انواع من الرنجه ما بتبقاش حادقه، بنشرب بقى ميه، في الخس والخيار بيعوضنا برضو، الكابوتشا والعصاير الليمون والشاي بالنعناع. شم نسيم بيبقى مرتبط بتجمع عائلي في اول يوم، كل عيله كبيره بتتجمع عند حد، بيبقى فيه بقى فسيخ ورنجة وبيض وبصل بقى، وبتبقى معركة فسيخ ورنجة. غالبا هعدي على نفس الطقوس دي بس لوحدي بسبب الكورونا وبسبب الظهر، انه اصحابي هيبقوا صايمين فمش هنعرف غالبا نخرج يعني في العادي بتاعنا. انا اشتريت سمك السنة دي بس هخزنه طبعا، مش هاكله في رمضان ولا في شم النسيم، مش شم النسيم في رمضان، هاكله في العيد ان شاء الله. انا اجواء رمضان طبعا هتضغى على شم النسيم عشان الصيام، طبعا بالنهار مش هيبقى فيه، مش هينفع ناكل بالنهار احنا صايمين، وبالليل بقى عندنا تراويح وكده، فهي المشكله ان هو جاي في رمضان يعني.